السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. راح إن شاء الله نقطف حنا وياكم، وهذا القطاف طبعا دائما بعض الأحيان أسوي تصوير قطاف الثمار بدون أي معلومات، لأنه هذا الفيديو خاص لإثبات جدوى وقوة إنتاج اللي هو الزراعة المائية. كثير من الناس يقول عطنا فيديوهات تثبت ان الزراعة المائية قوية في الانتاج، والا خلينا نثبت على الاكوابونيك، ولا خلينا نجلس على التربة افضل من الزراعة المائية. وهذه الصور اصورها اساس انه تكون موثقة بانتاج الثمار. لو انا حطيت خلط قناتي كلها 100% بس انزل معلومات بدون إثبات الإنتاج، صدقني ما راح أحد يزرع في الزراعة المائية أبدا. لكن لازم نثبت أن الزراعة المائية قوية. وشوف الحين، شوف تأخرت عليك وصار زيادة أكثر من اللازم، فلذلك هذا يكون الأغلب يكون للسلطات، ما يكون للأكل. الأكل يكون صغير الحجم مثل هذا. هذا الكوسة، إنتاج الكوسة. الكوسة قبل 3 أيام تقريبا قاطف، أو يومين تقريبا. وهذا إنتاج الفلفل، هذا الفلفل البرتقالي، هذا قطفناه كله أغلبه يمكن تقريبا 7 أو 8 قبل 3 أيام. وهذا البامية، هذا الطماط، بسم الله. قبل 3 أيام غسلت جميع الخلايا التبريد، كانت مسكرات مرة جدا، ونظفتهن قبل دخول الصيف القوي علشان ما يتأثر عندي الشتلات. هذا أمر ضروري قبل دخول الصيف، الواحد يغسل خلايا التبريد، لأنه أهم شيء خلايا التبريد، لأنه كل ما صار درجة الحرارة داخل المحمية مناسب كل ما زاد عندك الإنتاج الشتلات، ويزود عندك عقد الثمار واكتمال حتى الزهرة ما تسقط، يعني لأنه شدة الحرارة ما تعقد عندك ولا تكمل الزهور على طول تسود وبعدين تنتهي. حقيقة كان التنظيف من الخلايا مع ماكينة الضغط حقت السيارات اللي هو ماكينة التغسيل، لا لصت برا وبديت انظف، يبدا يدخل الوساخه الى الطماط والى طماط الشيري. غسلت لكن باقي عليه شوي، لكن برجع ان شاء الله انظفه مره ثانيه. نروح للي بعده، ناخذ لنا كم واحده من هنا وننتقل الى الشتلات الاخرى. نروح للطماط اللي هو الروسي الجامبو. هذا الحجم عندنا هنا، عندنا هذا الأصفر، هذا البرتقالي بس يعني لسه ما ملون، وهذا الأحمر،
هذا البرتقالي والأصفر والأحمر. هذا اللي هو الفول، وهذا بازلاء، وعندنا هنا فاصوليا، وهذا الفاصوليا، الفاصوليا تأخرت عليه مرة حقيقة. الحين طبعا بدأ، الحين بأسوي أرفع نسبة الأملاح على جميع المحمية، بشوف كيف الطريقة، بس أتوقع أنه بيطلع إن شاء الله 100%. هذا الخيار، وهذا الكوسة الدائرية، الكوسة الدائرية تحتاج يوم تقريبا ويومين. روح الفلفل الحار، تعرضت المحمية قبل يومين لتقفيل خلايا التبريد بالخطأ، فسبب عندي احتراق الجميع النباتات اللي موجودة، فقصيناها تذكرونها إلى السقف، فقصيت قص من هنا، وقصيت بعض الطماط الشيري قصيت منه تقريبا 30 سنتي، والطماط النيوتن قصيت منه تقريبا 10 سنتي تقريبا، وكذلك الطماط الروسي برضه قصيت منه. كل هذه هي الأشياء قصيت منها، بس لكن الحمد لله أمور طيبة، فهذا درس لي بحيث أنه ما أطلع إلا أنا مشيك ومشغل المكيف قبل ما أطلع. هذا درس لي خلاص من الحين ورايح، أي مرة أطلع لازم أشغل التكييف. والتكييف تقريب تشغيله، الحين بوريكم شلون طريقة تشغيله على أساس أنه قبل ما أمشي. هذا الأصفر، فلفل الأصفر رومي. الفراولة عندي بدأت بالتزهير، ما زال عندي الفراولة بالتزهير، ما زالت عندي موجودة. شو التزهير الجديد؟ هذا تزهير كذا طريقة تلقيحه، وهذا تزهير الجديد، هذا طريقة تلقيحه، وهذا زهر جديد بدأت التلقيح. طبعا عندي البقدونس، قسمت البقدونس أنا، وعندي الكراث قسمته، خليت الوحدة الكوب والواحد قسمته إلى 4 أقسام، وزعته جميع المحمية، فصار عندي تقريبا 4 بايبات كاملات، ما ينقص إلا حبتين بس كاملات من جميع الشتلات، بالإضافة لفلفل، هذا فلفل اللي هو الأحمر، هو نفس هذا جبته هنا. عندنا الكوسة عندنا الحين مثل ما قلت لكم، احنا إن شاء الله راح نرفع المحاليل ونشوف وش بيحصل على النباتات. قبل أمس أخذت عينة، قبل 3 أيام أخذت عينة للطماط، وأغلب عندي المحمية أخذت لها نسبة الأملاح داخل الدست باكات، على أساس أنه أضمن من الخزانات. فوجدت أنه عندي نسبة المحاليل داخل الدست باكات لقيتها قليلة، فلذلك راح أرفع إن شاء الله نسبة المحاليل على أساس أنه تكون موازية لنفس المطلوب للنباتات، راح إن شاء الله أرفع. هذا أعتقد أنه صار 1100 تقريبا حصلته داخل الدشت باكت، فلذلك إن شاء الله راح أخطف، فراح إن شاء الله راح أعدل جميع المحاليل للنباتات. هذه اللي هو البديجان الأسود، وهذه برضو مستوية نخطفها. بوشوك، مشكلته أنه بوشوك. هذه الثانية. طبعا عندنا الأبيض، عندنا الأبيض مليان، بس أحتريه يكبر حجمه على أساس أنه أشيله. طبعا ضروري لأننا هذه أحجام يعني واحدة مناسب واحدة لا، راح أخذ لي واحدة من، أخذ لي هذه أو نأخذ الثنتين كلهم، نأخذهم كلهم. يلا
راح ناخذ طبعا كل ذول جاهزات، لكن خلونا ناخذ هذا. هذه بس تحتاج يوم، هذا التزهير وهذا ثمار الفراولة. هذا المددات، هذا الطماط الشيري، طماط الشيري ما شاء الله تبارك الله، بس أثار عليها أثار نقص العناصر، فلذلك راح أرفع إن شاء الله العناصر ونشوف هل راح تتغير ولا لا، لكن إن شاء الله راح تتغير. كله الكلاستر مستوي، هذا الطماط، طماط النوع الثاني هذا كذلك، لكن ان شاء الله راح اقطف واحده منهم واذوق كيف طعمها، لاني اول مره اذوق طعم هذه، ما صارت حمراء مره، لكن خلينا نجربها.